اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن قصة إن كتابك تقريب الحصول ويدخل وحاسو قلية في العملية أحكام تعمل كلون نسبي وحاسو قلية أقوال إذا ما قد دلو إذا مركل ولي عملي مركل ولي عملي جهن بودي واحد عمال كلي لغصمي عملي مركل ولي حاسو قلية صدح شيء ويدخل وحاسو قلية في العملية أحكام تعمل كلون نسبي أقوال إذا الضمد أقوال شود وأفعال الجوارح حدمها أفعاش لغصمينا وأعمال القلوب قلبيات أعماش القسم أنتوا يسوقلك وفكر وكار للنية إنه يسدل النية يستو صلاة للنية يستو صوم للنية يستو ولا هذا هو مركا أعماش قلبي يسوقلك حبنا يسوقلك أقواش عرف يسوقلك كل يسوقلك والمصنف مصنفك عبر وقوك عبره بالعملية ولم يعبر كما عبرين بالفرعية لماذا استعبيره بدين قاركوت عملية يرهده قارنا فرعي يرهده لكن وحسي دقيق سنين عملية يرهده إنك صمت والبحر وسؤالوري ولم يعبر كما عبر بالفرعية لأنه مصنفك يرى وقوع رأيي وقوع وقوع عقيدي سيهوى رأى رأيي واد يرى وقوع أركاء أسقلطها بطلان تقسيم الدين دين كأن الله قيري إن بعض الطاي إلى أصول وفروع سأسوي أمسين سيقول سلام تيمية أمسنا إن دين الله قيري فروع إلى أصول إن بعض الطاي إلى كتاب كسن أن ميلو وين سنة نبيه سأسوي أمسين لأنه شأنه لا يوجد لهلما دليل 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 كو صحيح صحيحة دليل كاسو على هذا التقسيم قيبين تصال دليل سلاس إن دينة الله قيب يتصال لهلما كتاب في صنادة من اللي هلما من اللي هلما وهو مذهب كاس وأه إلا إلي دينة أصول يفروع يا الله قيبين الذي هو مذهب كاس اختاره دارتي ابن تيمية هو تلميذ أردقسي ابن القيم ومن من دول وقع كملا عبر ومن من علماء وقع كملا عبر عبري بالعملية القاضي بيضاو كملا وقع كملا وضم السبك أي كملا لبضبة سيد الشيخ أو عبري أي عبري ووحا ويان القاضي بيضاونا من هاج الوصول كو عبري كان لا يشكل شوانع ابن السبك معناه هو يتجدين السبك سيد الشيخ عبري ما كعملية وعبر وقع عبري السيف الأمدي سيف الدين الأمدي وقع عبري إيه وغير وغير كيسنا بالفرعية أي عبري أو أيوة عملية ذي الدورين عملية ذي وادي ذي وادي ذي محايلا لأن العملية عملية ذي وحي رهدين ولأن العملية عملية ذي عنده عند سيف الدين الأمدي ها سيف الدين أكتيسة غير جامعة وامدا جمعين ولا مانعة وامدا ديدين وحالا فضا حدك محايلا ربك وحي الوحدين إنه نقضوا جامع مانع جامع لأفراد المحدود مانع للدخول الغير على الربا وحي رهدين حد كان إن عملية ضاطرة هذا جامع نماها مانع نماها عدينتي سرعتنا وغير وإضاحه عدينتي سعرين كاس أن العملية لا تقلو كمرنامة من حالين الله أحرمه مركة عملية لا يضاهي الأولى أن يريد إن لو رجيه بها عملية أعمال الجوارح فقط إن لو رجيه أعمال شخيفنها لغا السمعي كليه فقط فلا يدخل سوق لما مركة فيها عملية إيجاب النية نية واجبين تيدا في الوضوء ويسقاك الوضوء واجبيو وتحريم الخياء استوسوسك حرامين تيس الخياء مطلب استوسوسك قلبي وكجرة وعمل قلبي سوق لما هدي الله إذا عملية واحد أمري واحد اللي لك إذا أعماش حبنها لك السمعي واحد ويواناك قلبي لك نية سوق لما سيدا ويسادا إلي واجبتا إلا نية استوكل ويسادا إلا نية استوكل ويساق دانا فمان تقلبي لك نية سوق لما سيدا خياء جي أوكل استوسوسك لسوق العيان مركز وخذيره وخذ قالوا لأن يرد وإن لو رجد بها عملية أعمال الجوارح حبناها أعماش لغا السمعي فقط فلا يدخل سوق لما فيها عملية إيجاب النية نية واجبين تيدا في الوضوء ويسقات العيسى اللي قلني يستو وتحريم الرياء السوسوس كحرامين تيسين سوق لما إيه ونحو وحي لمضة وهما اللبدا صنا من أعمال القلوب كمدهين لا من أعمال الجوارح حبناها كمد ما نحماش هذا فلا يكون مركز النقمة حتى يهدي لي روح الولد كذا حبناها عماش القسم أيه فلا يكون تعريفه تعريف كن النقمة جامعا متجمعية لأفراد المحدود هذا إلا النية أن يرجع كل وقت مسائل اللي قاعد يفقه هاي والثانية مد دلبات حارض دلبات هتاع ترى عملية روح الولد كذا واقنا والثانية حارض دلبات أن يراد وإن الولد كذا بها عملية ما شيء يشمل كل منها أعمال الجوارح أعماش الجوارح إيه وأعمال القلوب أعماش القلوب تعطينا الله بضبه وولد شيء ذا فيدخل فيه مركز الوحي كاسه وقاله الاعتقادات عقيدوين كأنا ما سوقله عقيدوين كأنا أكو جلال ولي تحصل اللي ولمت شيء وللدخول الغير غير سوقله أما الكهرية الطو هدي حال كهرية اللقاء الطو وحوين جامعي صحيح
oo acmaashi fiqigo la rabay oo furuucday laga hadlayay qayb ka maqan niyadi iyo riyaagi iyo waxa soo hadaa tira waxaan u leejeeyaa dhamaan acmaashi jawaarixda iyo kuwa quluubtana waxa ka soo galaya waxa weyn masaa'il aan markaas u jeedo ahayn in laga hadlo oo waxaysan noqon maaneeyaysan noqon ma fiyadkhulu fi waxa soo gala al-i'tiqadatu aqidooyinki wahiya aqidooyinkuna laysad min al-fiqh kamid maahan fil istilah haqa istilaha fala yakunu ta'rifu ta'rifki noqoma maani'a ma maani'a makas noqoma oo waxa la rabo inuu diido ta'rifkaano waxa la xadeeyna waxaan ahay inuu soo galaan wakila al-qawlayn labada qawlo marka hadii la yiraahdo amaliya iyo hadii la yiraahdo farxi labada qawlo ka ay kala cabireen usuliyintu وكلا القولين لبدا قول ميد كاستو كميده له هو حوسنا حظ النصيب من النظر حق في رد ميد الباب النصيب له الدين على غفيري والخلاف خلاف كل هنا هل كان راجع نقول لابنا الى لفظ ام بو لابنا واخ كلاه دوين لابنا لفظ ام بو لابنا اي واخ وين ثمره فقهيه كما حقنا والذي شيء يظهر ام مغضى والعلم عند الله علم الله يكتي سوى هذا ان الاحكام احكامته احكامته العلميه علمي العقيده بس او ان حبنا لغا فولين فيها واحد كو جيرته اصول واصوله كو جيرته قاعده اصوله كو جيرته كاثبات الشفاعه شفاعه الا سوو كلمه شفاعه الكبرى اي وي شفاعه رسول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه الكبرى واحد طيب مالك قيامها محشر كما كنت تذكر اسكو يمادان انه نافق الشفاعه ان بطحن لك على حكمي وقف والباب المشي متي لو دغو شفاعه العظمى لرضا نافق عن اسكل صلى الله عليه وسلم شفيعيه وعلمي مثلا علميوي وعقدي وانا اصل وقفك الديره اما لو غاليسينا اما لو تبديينا واسدا تاسواميد وفيها مسائل علميه وحا كجرت فروع وقفك الديره ان لو غاليسينا لو تبديين وذلك مثالك كالرؤيه النبي نبي اركتي سو كلي صلى الله عليه وسلم رب ربي سو اركاي ليله الاسراء عليك للدليل نبي ما سو اركاي ربي سبنك للدليل صحابه اسكو خلافه صحابه اسكو خلافه سلف كي كدم الوسو خلافه اهل السنه اس اسكو خلافه طريقه صواب كان الجمهور تمدها ها لكن مساله خلافي او قولك كلا قفك يراهو وا سو اكي قفك يراهو لو ما تبديعيو ما لو تبديعيو لكن قولك صواب كان وخه يحي انو سن سو اكي او سن ان دها كو سو اكي نبي نبي غاين كلي دبي ايش شخ وصار وابل لويدي نبي وابل لويدي ربي قام سو اركتي الي ربي كلي دبي سلو سن كو طال مركز سويري نور اما قرا سانكو اركا يجيب كيسو نور ها نور ابو كوي ادين سانكو اركا سلعه مرك بن وشغيت العايشه في رمضان محمد صوعك يا رب حبيبك بن وشغيت سو جيدي هذا علماء دي قولك كلفتي لما تبدي لما تبدي بس واحد توسي ان الفرع تايسن اصول احيان بركه وانا مثال علميه وعقدي وانا فرع وفروع لو حل يراد عقيدته كمت وفيها وحا كميدا وحا وين مسائل علميه فروعنا كو جيرتو كرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم اركتيدي سو كلا صلى الله عليه وسلم فته او اركاي ليله الاسراء ولهذا ساتردد اختلف اسكو خلاف فيها مساله بس الصحابه لكن بدي اقول كده صوابك وحا اسكو خلاف هو عائشه يا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لما قولا كسوان قولنا وضعيف كما سوقنا ربي سوا سو اركاي او مطلقه وكسوان قلبي كاركينا وكسوان من إزديد أيه؟ وإسفصير أيه؟ ربك يسوه أركي إيا قلبك كأركي لكن إشو كأركي كمسوه عائشة الوحي إزديد أيه إشو كأركي مركا معنيه إسكو ميلو إسكو صور شو ما سويتين ما بإسكار إسكار إماناي ما بإسكار إماناي سيدا سوي سيدا صلاة وكذا سيدا صلاة التوحى هذي الأحكام وحكامته أحكامت العملية إي عمل كله نسبه فيها وحاكوسه أصول وأصول كوجوب الصلاة سيدا صلاة واجب نمدد إيا وصائر أركان الإسلام أركان الإسلام كدمانتي وصلاة هذا قفت وتكنا وحاوه وعمل سوما ومثال عملية حتى نقف كان صلاة تكنا وقال مسلمة قف كان صلاة تكنا سوكو واجبتي وقال سوما جيد وانا عملي هكو أصول سوما جيد وأصول وفروع فروعنا وكجرتا مسائل عملية كالمسائل سيدة مسائلك مسائلك المختلفة فيها الله يسكوك الافي والمصنف مصنفك نفسه نفس الديسة عثيمين للتركيسة عبر وعبري بالأصول والفروع فروعي أساك لن تجيسة ديدة مرمر وعبرة شاي غسلان تيمين لتجيسة مرمر وعبرة وديدة مركا مسائل إنه يسن نصيب لا رأي تاساك توسي والمصنف مصنفك نفسه نفس الديسة عبر وعبري بالأصول أصول والفروع فروع في مبحث المجمل والمبين مركو مرايا بابك مبحث او مجمل كاي مبينك
فقال وغيري والنبي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وعدي لأمتي أمديسة جميع شريعتي شريعتي سلمات وعدي أصولها أصوشي وعدي وفروع فروع وعدي مركا إنا أصول يفروع كيرتو هستاق لنفسي سعرف وكون بتعتيمي ودي داي ساكو تمسي مايت مركا مسألة وحوها كيرا ومعرفة الأحكام أحكام تجر الشديدة أحكام تأشرعية شرعية اللونس فيه أحكام تألعملية عمل كاللونس فيه قد تكون إنه أحطالك جر الشدس قفك لابد يقول ميت كويري كرا إنه الدليل كأسه قبطه وكسه صارته إيا إنه انتوي ديا نشيق الله الشيخ لا أسأل لكم كرا كرا سوما وعيو كويري ومعرفة الأحكام أحكام تجر الشديدة أحكام تأشرعية شرعية اللونس فيه أحكام تألعملية عمل كاللونس فيه قد تكون إنه نقطع بحكرة جر الشدس بالإسلال الدليش وقفك آيات دليش لنا حديث وقد تكون إلى النقطة لك قرشه أي كتما الضوء بسؤال ويدين علماء الويدين والفقه فقه يختص وقار كيه بالمعرفة قرشه قرشه الحاصلة تقص وحاصل شيء بالإسلال وحدريشي هذا ليه فقه فانكالتان تغليد ليه فانكالتان تغليد ليه ولهذا سهت ردد قال المصنف فقه كير بأدلتها أدلة ذي اللغو قرطو أدلة ذي اللغو قرطو تاسوي أحكامت وين أدلة ذي اللغو قرطو من سيدي سويري ليخرج إنه بحيو درت يا سيدي سويري معرفة المقلد مقلد كجرشديس مقلدكم حواقف لكن جرشديس فقه معه وهي جرشدا مقلدكم المعرفة ومعرفة معرفة سؤال حاصلة تقص وحاس شيء بسؤال المجتهد مجتهد كويدين تويديه فإنها جرشدا مقلدك لا تسمى فقه الغمام عارف فقه اللي ما يرى والأدلة أدلة دي عشان كذي حرام والأدلة تؤدي لنا جمع الدليل وهي وهو الدليل كنا في اللغة حق اللغة المرشد ومتك كوهنونية إلى المطلوب شيء للدوني وفي استلاح حق استلاحنا دليل واحد لنا ما شيء يتوصل الجوجل بالصحيح النظري بالسبب صحيح النظري في رصح سببتي فيه دليل كلافيريو إلى حكم الحكم الجوجل حكم كشرعي شرع اللونس بي دليل كعطيها في رقلا كلافيريو وحنا لقوا مجدار لكن دليل واحد للشيء كان مركب في رصح في رصح واحد لولا شيء في رض طريق صح ذاك صعطة ما كله في ريو واحد فوق شقي اللي جوجارو كاسال هذا الدليل كاس قال هذا الدليل أي ما من شأنه شيء وشأنه سكمدية هاي أن يتواصل إن جوجارو بالنظر بسبب النظر في رصح تيد في رض أصل صحيح صحيحة فيه دليل كده اللي صلا في ريو إلى حكم الحكم واحد اللي جوجارو حكم كشقي شقي اللي مش بيه كاسال هذا الدليل وقد يتواصل إلى الجوجارا ونعدا وقد لا يتواصل إلى الجوجارين وانا أكتر والدليل كقف تفير إنه مثال ذي جرو وانا أكتر إنه كجارا ونعدا لكن واحد إنه شأن جيس كم تعال لغرا الحول الجوجارو ما كان دليل مجتهد كان تفير إنه كجارا وانا أكتر لكن مجتهد كان تفير إنه كجارا ما كان دليل كواحد لهذا شيء شأن هن ما كل تفيريو حول شرعي الجوجارو قف والبين كجارا شرط ما والأدلة تؤدي له نوعاً ولمنه تفسيرية وهي كبدلة تفسيرية وتفسيرية وهي تفسيرية ذو أدلة تفسيرية واحد لولا كذا الأدلة تؤدي له أدلة الجزئية الجزء اللونس به التي أدلة يدل وتصايو كل واحد دليل كاستعبا دليلكم منها أدلة أسكاملة على حكم مسألة المسألة كذا تصا مسألة معينة قاب وذلك مثال كمثل قوله تعالى سيد الله قول كي سوكلا والوالدات هو ينك وحضري يرضعن هنوشيان أولادهن عرورتوذة حولين الله رسانو الله رسانو كاملين الدمائسران ذلك نقمد أسنا مايسكتران لمن قفي أسقناطي أراد الدونة أن يتم إنو الدمائسرو الرضاعة النقمد مارك حتى آيات شوية دليل خاصة حيث سيدا عرورك الله رسانا إلا النوشيو مثلا دليل خاص تعز على الأدلة التفسيرية صلاة كلمة صوم كلمة حج كلمة تعز على الدليل مثلا قال كلا تعز على الأدلة التفسيرية لهذا فهو قول كان عليه دليل ودليل دليل كجزئي جزء له نسبي دليل كيدل تسعى على أن مدة الرضاعة نجمل المدة هذا حاول عن الله بس أنا إني تاي كاملا الله ما يستر إياه وقوله ومثل قوله نبي قول كي سوكلا صلى الله عليه وسلم والنبي محمد يري إذا تبايع رجلان لبقى فضي وحكرا قطان لبان نقولي لولي بيشيدا لبقى فضي لولي كيدا إذا تبايع رجلان لبقى فضي وحكرا قطان فكل واحد مقصص واحد منهم اللي بدو ذكام إذا بالخيار المنفرص بالخيار خيار كل هين ما لم يتفرق انتي سنكالي تغي انتي سلتشوغا قف كسا بيعك بحكرا واساس شرع الإسلام
ما هو يقلطه ما هو اللي مكذ جديد ما أنا كقصب وقصب إسكان مرض مرض ويدين ما وهو تقط طلع عتة اللي يكله وليه ودي كرواك بحي العتة يسعد يسعد أنت اللي وده تشرحه في رواك بحي كار فهو حديث كانوا دليل ودليل في رواك حديث كانوا سكك كما هذا صون كما هذا حج كما هذا سلك دارو كعب الدليل التفسيري واتاسع فهو حديث كانوا دليل ودليل دليل كو جزئي جزء نسبي دليل كو يدل تسعى على إثبات خيار المجلس خيار المجلس كأنه سوية وشرعك كو سوية مجلس كي وحلقو كاركات انت اللي تشوغو ان قفل باكا بحكرة والإجماع إجماع على أن بنت الابن ويلك ميت كو دالاي قابردو دالاي تأخذ إني قادان أيضا السدوس اللي حميلات ميل إذا كانت قابردا صدي أهاتو مع البنت ميت كو قابردو دالاي لشير كيدا تكملة تنطميسري درادي لثلثين عدا ميسريد وحاقر مضا بسمت إجماع كويه ميدا وقو دالاي مثلا ويل يا قبر نينا وقو دالاي ويل يا قبر ماركو دالاي ويل كي او دالاي قبرو دالاي وانا دفت مارك قبر او دالاي او تشوفته يا ويل كي سي قبرو دالاي او سما اضابي او ابي يدي اما هاي ايه بهاي يدي ابي يدي انت ويل كي نحايا تشوفك قبر او ميت كو دالاي يا قبر داس ويل كي سي دالاي اي تشوفك سما خلاص وها اجماع قبضوا النساء الى هذا مالك ميت كتبوا دم بار الى هذا قبضا او ميت كو دحاي قبضا ويلكي سي دلاينا سدس الى تكمله الثلثين حيل ما في سدس هي النساء اللي سكو درو مالك ميت كو دم او اللي سكو دبي ثلثين كيسو دو مركو انت سي قاتنا كو بدا وا مساله اجماع مركو وا مساله جزئيه مساله غاره توسي سوما مساله غاره توسي وغيري وغورما مركا اي قادة يدو قبضنا نسودس إذا لم يوجد هدان لهيرين من قف يعصبه عصبك لغا وهي وهو قفك عصبك لغي كرا أخوها وولالكي وولالكي أو هدي ويل لغش روچو أو ميت كي ويل كي او دلاي أمرك روحو دلاي قبر إيو ويل مركا دي ويل قبضنا لسما روچو وولوية وهذا قلاص مركا قادم فرض عصب يحقو قادم لدي كريم مثل حدين وثيين يحقو قيب ساي أو ما سئب معنها إن أديك إن عليك سؤال مساوي لسم الله جبر تنوع معي ميت كفير لبويل يا جبر وضل لبويل يا جبر وضل لبدي ويل الصق هاجي النار أي لبدي ويل واحد دلنا متنا وخور دري ويل متنا جبر وضل كير ما كاسي لبدي ويل نقدك هاي شو ذا ويل يا جبر المعدير وميت كان أوه ما كاسي ميت كان ميت ميت كتدي قد ما أنا ميت نقطة iya gabar u dalayna way joogta gabar u meedki dalayna way joogta gabar iyo wiil oo waxa laba wiil u dalay ay dalayna way joogan oo sinsima maalka wala kala barabar waxa qaadan horta gabadhan u dhawaa inta kala saartay wiil kan iyo gabadhan oo waxa way awowaha u yahay lidda karim mithlu hadhil unthayn ay u qaybsay asabu ka dhiga wiil kan gabadhan wiil madar kale yahay wa qiyas nabid nabid ka qiyas fi sokale nabid ka waxa wan timir tabiyaha lagu dhexdido oo kale kaysa lagu huurina markaas ay u prine ka qamtay noqoto ama sa inab kale anab kale lagu dhexdido bi kaysa meel la dhiga wa qiyas nabid nabid ka in looga qiyas sokale cala qamri qamrada fi tahriim haram tinaynta li illat istari marqan ka illadis ana la saaqiya sana maradi marqan ay keento shay gaam keeno khalas waxa leeyahay wa qamru wa haram marbaad lagu marqamay فهذه التنو أدلة وأدلة قرآن كيو كان حديث كيو كان إجماع كان قياس كان فهذه التنو أدلة وأدلة أدلة ذاته تفسيرية كان سارين له نسبية محايلة لأن كل دليل دليل كسته دليل كو منها أدلة كمده يدل وقتصا على حكم مسألة مسألة حكم كيد مسألة معينة قاعة والصمية وحا لغمك على أدلة تفسيرية محايلة لغمك على أخذ لأجل أخذ قارشة درادين من التفسير كان سارين لغا سوقاتي وهو تفسير كنا البيان وعدينته كما في قول سيد قولك إلهي كنسوغان تعالى الله واصر إياه وكذلك كرساري دا سوكالي أن نفصيل كرسارينا الآيات آيات بمعنى نبينها وعدينينا وهذه الأدلة أدلة دانو تبين وحي عديدا أحكام المسائل مسائل كأحكام تيسي عديدا التي مسائل كتضمنتها أي كوبسطي ما دام أي عديدا تفسيرية لنا أدلة تفسيرية وقول المصنف المصنف كقول كيس اوكيري والمراد جيدا بقولنا لولا جيدا بادله التفسيريه واحد لولا جيدنا ادله الفقه فقه ادله ديس ادله المقرونه للحريريه بمسائل الفقه فقه مسائل كيس
أدلة عاد تفسيرية تفسير كلون سبيه يريد مصنف كقولة كذا بيه هذا الكاس تقريبا معنى الأدلة التفسيرية أدلة تفسيرية معنى إنه سودوين لبالي أرض هو سودوين أرض المبتدئ بلوعة وإلا حتى نصير أصل الدين فإن الأدلة أدلة الإجمالية الضدوب كلون سبيه أيضا نقاشة قد تقترن إلى لحرس التحقيق كرتا بمسائل الفقه ولحرس التام كما صدع أن الأدلة أدلة التفسيرية التفسير كلهم يسبيه لا يلسم أيسن لازم كأوه هين أن تكون إنه نغطه مذكورة مثل الشيغي مع المسائل مسائل كالتيركودة مسائل كالفقية فقية كلهم يسبيه ولا يهي هذا كان وكو أدلة تفسيرية ومسؤول وين قفك ابتدائيه لكن أدلة إجمالي قالت كده دليل كده وعلى الشيغي أمرك فور فائدية والدليل قوله تعالى وصارع إلى مغفرتنا ليه وأدلة إجمالية دليل كدين اللحرية marka tafsiirida kale uu dalil la xariisato tan kale adiga tafsiiriga shartii ma ahan mas'ala kasto faa'i in dalil la xariyo maral wulee waxa soo xaaran mana dalilkeena lagu sheegmay dalilki meel kale ku yaala marka laazim ma ahan masailka farciga marka laga hadla in mid walba dalil ku xiray marka suuri kama sida anna adilla tafsiiriga la yelsum ay salaasim ku ahay an taqoon in noqoto mid kuura tan mid lagu sheego macal masail fiqhiya athani arin kala baye ikmaliya ha athani إجمالية دهانو واحا ويان واحا يكو عصان تايب تفسيرية إجمالية أو واحا وين تاسع لغا بدري واحا وين والأدلة نوع عانوي تفسيرية وإجمالية هديك لو واحا ترى هذا ألولا من دورة تفسيرية وي والثانية من دورة إجمالية ساسانا في عانو ما دام وصان ووغلين وإجمالية وصان إيه إن بتدلو سوق الدل وسيأتي ونوع ما دونا تعريفها إجمالية ده قيحي ديدا قريبا مهدو نوع ما دونا إن شاء الله تعالى أصول فقي على لغا هذي دونا وحد بابك صوص على وصول فقه مركا لغا هذي مركا إجمالية لشيغة والفقه فقه يقتص وحوكار كيه بمعرفة الأحكام أحكام تئن لقرته والفقه فقه يقتص وحوكار كيه بمعرفة الأحكام أحكام تقرشة ديدا بالنوع نوع اللي قرته نوع الأول أهرية وهو النوع أهرية واحد طاي الأدلة التفسيرية تاسع فقه وحوكار كيه أدلة إجمالية أصول فقه إسكالي ولهذا سيأتي ردد قال المصنف وقيري بأدلتها مسائل كوين أدلة هذا اللي قرته أدلة على التفسيرية اللي نسبيه نحن سيدي سويري مصنفكو ليخرج إنه بحيه النوع الثاني النوع على بعض أدلة إجمالية قرشدين وهو النوع على بعض الأدلة الإجمالية وي فإنها أدلة إجمالية موضوع علم الأصول الفقه أصول فقه علم ليس موضوع الله رحض له وي الذي موضوع يبحث الغبارة فيه أصول فقه الثاني وجك لبات وجك كوبات وقصوها الله أصول الفقه إن لاقح باعتبار المفردين تاسو قصو قماضي هذا وجك لبات وقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين وربعين أقيحه مركز الثاني وجك لبات باعتبار كونه مقعا أهان شدي صدي الله في روي كونه مقعا لعلينا أصول فقه باعتبار كونه مقعا أهان شدي سمرك الله يقوي اللقابا مقع ويه حتى اللقابا ما يناسل ولا متشد مقع بأي الله يسكيلي شده وإنه مقع إيه مقع أصول لهذا الفن فن أصول هذا الفن المعين قاكا فيعرف والقيح مركز أصول فقه بأنه أصول فقه علم علم إنه إيه علم جاسو يبحث مسمى لغا رابا علم جاسو يبحث أصغ باريا عن أدلة الفقه فقه أدلة ديسة أدلة الإجمالية الضدوب كاللو نسبية إيا وكيفية الاستفادة قاب كاللو غفا إذا يستو منها أدلة إيا وحال المستفيد قفك كفا إذا يسانا حال كيس سداسة الوقيحة علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هل كاسدار على قرب هذا الدل وراكه وحوين أصول فقه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين هل كاسدار على قرب وكاس التحريف كيس وكاس التحريف كيس وقل يا شيخ مركا لفيريو مقعا أصول فقه إنو مقع يهي فن كان قاركا وحالوكيها علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد انت سألو قيحة حدو مركز شيخ وسقع صفة فاهنة كده انت شرح عدنا للجلال فالمراد وشهدنا بقولنا قول كأن اللولاد شهدوا الإجمالية عنكو قولناي مركان لأننا هاي أدلة إجمالية مركان لأننا هاي القواعد وقواعدك قواعدك العامة إيقود
قواعد كجودا ولا شيء نهوي قواعد كجود مثال كتفهم قواعد كجود مثل قولهم وذلك كاسنا مثل قولهم وأصولين تقول كذا كله أي رهدين الأمر أمر كل الوجوب يوصل ناضي فيري ما كاتيك رهدين الأمر للوجوب أمر قار على جهل ما وكل أمر في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم أمر كسر ساسا وحسي قار ولي بفقه الله قال الله لكن مركل الأمر للوجوب حتى واحد سوق الأوامر تمخلوق بحيان وأمر كان سيدك أدون كيس أوسيه وحلال الأمر للوجوب لفتي سفيري مركل هو نجود صلاة قار لغا لما بهارة قار لغا لما صون قار لغا لما الأمر للوجوب وقاعدة أمر حتى دركته ليش قصوا أرورا في الكتاب والسنة وجوب تصا وقاعدة قد مركل هذا اللي ورد شيء دوكي إيه والنهي للتحريم والنهي الهيبتانك للتحريم حرام تنمين أي فائدية مركل قولي النهي للتحريم نهي قار لغا لما أي نهي في الكتاب والسنة قصوا نارا تحريم فائدين وصاص نهي قال لك عنه مركو وقاعدة جود وصحة أنصحي دي تقتضي واحد كإنسان إن أنفوت فلتان دي واحد ولا يربيع عن وانصحي حي كينا إذا قف كي العقد اللودي بنا إنو ملكيه كيف بدي عدل هنا بدي عدل ملكيه ساسي كينا أو كنت تصرفك دي لأن نكاح عن وانصحي واحد كينا إذا نكاح وحي كده ما يسمطعها إنو حلال مو مركا هدي لي رشي عن وانصحيح وحو كينا الصحابه واحد لأن نفوت وإنو فلو شيء شيء إنو فلو تاسا كدلاني وعلى وليها وقاعدة قد مرة وصحة صحابي تقتضي وحي كيري ده النفوت إنو فلوح ممكن فخرج وحا كوباحي به قولكاس وآنيري إجمالية مركانيري فخرج وحا كوباحي به بهذا القيد قيد كاس وآه وحا ويان الإجمالية الأدلة تفصيلية الدلة ده تفصيلية ها بحري الدلة ده تفصيلية ويساقاتك دليل كجار وغادلة ستر العورة دليل كجار وغادلة استقبال القبلة دليل كجار وغاهد الله سكذا دليل كجار وغاهد الله ملك الدليل هذا يسقاك أيها بحيدة فلا تذكروا لنا الشيخ هي الدليل هذا التفصيلي هذا في أصول الفقه لكم الشيخ إلا على سبيل التمثيل مثال وددت ماهني للقاعدة قاعدة لمثالنا قاعدة ملك لمثالنا يا الله الشيخ حلالي الأمر للوجوب ملك أسأل لمثالنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأمر صماها وجوب كيري ساس الله كان أدلة تفصيلية مركز دي أصول فقه قال لتشوفه قاعدة سلقوا فهمسي أمرك وجوبه كينا ألولي مركز سألي أمرك واحد كميت أقيموا الصلاة وآتوا زكاة أقيموا وأمر مركز سلاة دي أوقي داد وواجب خلاص مثالوي حتى صلاة إيري واجب تأين لغو براء وكيدادو ما أي واحد لغربة إن أمرك وجوب تصل لغو تصل إن تاس الله كينا ووكو يري فلا تذكروا أدلة تفصيلية قال لما شيكو في أصول الفقه لكم الشيخ إلا على سبيل التمثيل مثال وددت ماهني للقاعدة قاعدة لمثالنا والمراد وشهدت بقولنا قول كينا اللولة شهده وكيفية الاستفادة منها وكيفية الاستفادة حلو عطفة عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة إيا قابك اللوغة فإيدي سنة قابك اللوغة فإيدي سنة منها أدلة قول كاس وجدد عن كلامه واحد تاعي معرفة كيف يستفيد أحكام من أدلتها معرفة قرشوي كيف صدي يستفيد الأحكام أحكام مجتهد وقفة إذا سنة من أدلة أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ومن دراسة أحكام الألفاظ ألفاظ أحكام تذا إلا الدرسية بعض البيانية كدين بمعنى من بياني كده إيه والدلالات ألفاظ معاني دي تستو أو من عموم عموم وخصوص خصوص وإطلاق إطلاق والتقييد قيد والناسخ مدوح نسقاء ومنسوق مدوح نسقاء إيه وقيد ذلك انت سقيك سيدا سألوك إذا كيفية الاستفادة منها قاب كل لغة فإذا سلا قاب كل لغة فإذا سلا وقويه وإنه قرطقف كالمجتهد كدلالات ألفاظ لفظي كانوا عموم توصى لفظي كانوا خاص وي لفظي كانوا مطلق لفظي كانوا مقيد كانوا ناسق كانوا منسوق مركز كل فائدة ذكره إيه هذو سنك لو كان عام يا خاص مطلق يا مقيد حيوك فائدة سنة ليش الربو مركز دليل كوتشيدنا بس هذا أنا إيمانه مركز مركز واحد وينقاب كل وقف فائدة سلها وإن دلالة ألفاظ لقط دلالة ألفاظ وإن لقط مركز ساسا ولا شيء نوي
والمراد وجدده بقولنا قول كان لو لجهده وكيفيه الاستفاده مع قابك الدلاله لو فايدس لها وجدده واحد تقابك لو فايدس لها معرفه غرشو كيف سيره وان لقطا يستفيد وفايدسنا مجتهدك الاحكام احكامته من ادله الدلاله لو فايدسنا بدراسه احكام الالفاظ ومن دراسه احكام الالفاظ الفاظ احكامته الا الدرسيه ولا برتعه هي ودلالاتها دلالات الالفاظ الفاظ معاني ده اي تستو الا الدرسيه ولا برتو ومعيت معاني ده اي تستا من عموم عموم والفاظ قبل عموم اي تسوى على ترين على لفظ هبل وعموم لفظ هبل عموم تسا وخصوص خصوصا لفظ كان وخاص كان وخاص الوي واطلاق اطلاقا كان ومطلق الوي وتقييد غير لفظ كان ومقيد الوي وناسق دليل وحناسق اي ومنسوخ مثل النسق اي وغير ذلك انت تسقيك فانه فان المجتهد فانه فان المجتهد قفك مجتهدك بادراكي بسبب ادراكي جرشدي سببتيد او قرط دلالات الفاظك ويستفيد فايده سنه من ادله الفقه فقه ادله سمح كف فايده سنه احكامها الفاظ احكامتي دي ما كسو كف فايده سنه فانه فان المجتهد قفك مجتهدك بادراكي بسبب ادراكي هليليديس أما جرشديس اللي رجيه ده هليليديس وهليليه دلالات الألفاظ ألفاظ الدلالة ده يستفيد وفائدة سنة من أدلة الفقه فقه أدلة ديس أحكامها أدلة ده أحكام تدو فائدة سنة أحكامها أدلة ده بعيري أدلة ده أحكام تدو فائدة سنة دليل كان أحكام تاسوتوسا ساسوتوسا سيداسوتوسا وفائدة سنة والمراد وجدنا بقولنا قول كان اللي رجيه ده تعريف كي وليكو قيحة هذا هو على صواقه أن أدلة الفقه الإجمالية وعك على صواقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وإن له قيحة صدح في قروك أقعد في قروة البقون يخوه شرحا مركز كوير والمراد وشهده بقولنا قول كان اللي رجيه وحال المستفيد أنري قول كان سيدة سكوها ظلمي وحال اللي رجيه وحيطه معرفة حال المستفيد كم فائدة سنة حالك سواء إن لقرته وإن لتلمامه أولاً إذا أدلة وحا سوء استنباط سكر أحكام كلا سوء بيئي كرا قفك شروط داصل ثلاث ريو شروط مجتهد ثلاث ريو هذه كلا قف والبن إهل وعين أنتك عن تأتكتو وأحكام مكا أن أدلة تسيب كبال علينا فسادة إمانة مكا مركز ويلو المراد وشهدنا بقولنا أنه لكيدنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد كان كفا إذا سنة حالك سأين لقرتوه وهو قفك أدلة كفا إذا سنة المجتهد والمجتهد سمية واحد الغمق عابي مجتهدك مستفيدا مدفع إذي سنة لأنه لأن المجتهد مجتهدك يستفيد وفع إذي سنة بنفس نفس الدرس الأحكام أحكامك صغر قفك الأول دين وكتابك السنة قطوص وفع إذي سنة أحكامك ساسا مستفيد الغمق عابي مستفيد ألي لهذا لأنه مجتهدك يستفيد وفاء إذي سنة بالنفس النفس دي سوفاء إذي سنة الأحكام أحكامته من أدلة أدلة إذي كفاء إذي سنة وكفاء إذي سنة لبلوغه لأجل بلوغه جاري تانكي سوء جاري درتيد مرتبة الاجتهاد ذلك درجة ديسي فمعرفة المجتهد قفك المجتهد كجرشة ديسي وشروط الاجتهاد ومعرفة شروط الاجتهاد اجتهاد كشروط دي سجرة شديدة وحكمه حكم الاجتهاد أي معرفة حكم الاجتهاد اجتهاد كحكم كي سجرة شديدة اي ونحو ذلك انت اصبحي لمتع يبحث مجول كالنقوال بارا في اصول الفقه اصول الفقه قالوا بارا وحوين مجتهد كجرة شديدة شروط دا اجتهاد حكم كاجتهاد اي احكام تلمتك ماشا الله وقهد والغب